يعني انت ازايك مثلا جاي من مصر من اسبانيا من اوروبا من كذا، لكن احنا مش قادرين نطلع. صحيح احنا في يعني في على البحر، لكن بنعد حالنا بسجن. اليوم يوم الغضب البحر. غزة لو فيش فيها بحر كان بصرش صار فيه، يعني هو المنفذ الوحيد للناس. اليوم يعني صار الكل بيتحكم فيه في البحر في شيء، طب اي حاجة. يعني اي بلد كل يوم في يعني احنا اللي زينا عادة اقلمنا على الاشي هذا. فيش امل عندي، واذا انتم شايفين في امل قولوا لنا وين هو عشان ندور عليه. وين الامل؟ شايف لما تنزل شوف زي الهجنة، لا حرام مش عارف شو ما ادري ايش زي هيك. وقت ما يكون في ركوب امواج فيش خط احمر، ما يعني لازم ننزل لانه الشغل ملحق عليه. بعرفش حاجه غير الشياطين، شفنا كيف كنا في الموج في عالم اخر. كل واحد له هدف او امنيه في الحياه او حلم. صار ما يقارب 42 سنة عمري ونعشت، حضلني زي ما أنا حتى أموت.